مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا بكم في الموجز الرياضي لهذا اليوم. البداية بفريق الوداد الرياضي. علمت شوف تي في من مصادر داخل النادي أن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي أبدى إعجابه ببعض اللاعبين خلال نزالهم القوي أمام نادي مازيمبي الكونغولي برسم منافسات عصبة أبطال إفريقيا، ويتعلق الأمر بكل من اللاعب عبد اللطيف نصير والمهاجم إسماعيل الحداد. وأفادت المصادر نفسها أنا من بين اللاعبين الآخرين فقد عبر المدرب رونار عن إعجابه باللاعب أناس الأصباحي، مشيرا إلى أنه توجه إليه مباشرة بمسودة على الملابس وشجعه على المستوى المتميز الذي قدمه خلال اللقاء. بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي، منح محمد بودريقة رئيس الفريق منحة فوز اللاعبين إضافة إلى راتبهم الشهري والذي بلغ 100 مليون سنتيم. وسبق لرئيس النادي أن وعد اللاعبين بتمكينهم من منحة فوز مع راتب شهري قبل مباراتهم أمام فريق الجيش الملكي في مباراة الكلاسيكو المقرر إجراؤها بملعب مراكش برسم الجولة 23 من دوري الاحترافي، وهو ما أوفى به ليلة أمس السبت. احتل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم الرتبة الأولى حسب التصنيف الأخير الذي أصدره الموقع العالمي المتخصص في الأندية الوطنية، وتمكنت القلعة الخضراء من احتلال الرتبة الأولى والخامسة عشر على المستوى القاري برصيد 1500 نقطة، متقدما على متصدر البطولة الاحترافية فريق الوداد الذي حل في المركز الثاني وطنيا والثامن عشر قاريا برصيد 1490 نقطة، في حين جاء فريق الفتح الرباطي في المركز الثالث وطنيا برصيد 1432 نقطة. فاز فريق ليل الفرنسي لكرة القدم أمام نظيره موناكو بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهم برسم الجولة 33 من الدوري الفرنسي. واستطاع اللاعبون المغاربة، ويتعلق الأمر بكل من سفيان بوفال ومنير عبادي إضافة إلى نبيل درار من جانب فريق موناكو، من تقديم مستوى متميز خلال المباراة. توج الدراج الألماني ستيفان شوماخر بطل الدورة 29 لطواف المغرب للدراجات التي نظمت في الفترة ما بين 1 و10 أبريل الجاري تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وأحرز الدراج الألماني القميص الأصفر في أعقاب المرحلة العاشرة والأخيرة التي ربطت الأحد بين مدينتي الجديدة والدار البيضاء على مسافة 127.5 كيلومتر. مشاهدينا بهذا الخبر وصلنا لنهاية الموجز، نشكركم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.